اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من برنامج والله اعلم، ونستكمل اليوم الحديث الطيب وخواطر فضيله الامام حول الحج. نتحدث اليوم عن الكثير من الامور ابتداء من الاحرام وانواع الاحرام وما يمكن او يباح للمحرم، وكذلك ما الذي يجب ان يتجنبه المحرم قبيل بدء رحلة الحج. نتحدث في كل هذه الأمور وفي غيرها، ولكن في البداية أرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. مرحبا بكم. أهلا بكم فضيلة الإمام. في البداية يعني وصلتنا عدد كبير من الأسئلة على الاس ام اس بخصوص النقطة التي أثرتها فضيلتك بالأمس فيما يتعلق بأنه من الممكن أن نحج بالتقسيط مع الشركات التي تبيح هذا الأمر إن تعذر إكمال المبلغ أو تحويش المبلغ بمعنى آخر. هل وفقا لهذه الأسئلة التي أمامي الآن على الاس ام اس تقول أيهما أفضل، أيهما ترجح فضيلة الإمام بالنسبة لنا، أن ندخر المبلغ مهما طالت المدة أم أن نلجأ للتقسيط عن طريق هذه الشركات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. من رحمة ربنا بينا أنه جعل الأحكام الفقهية التي نتعامل معها على خمسة، مش على واحد، مش ليها وجه واحد، ده ليها خمسة أوجه. فهناك الفرض أو الواجب، هناك الحرام، ده لازم نعمله وده لازم نبعد عنه، صحيح. ثم إن هناك المندوب وهناك المكروه وهناك المباح. ونحن عندما نقول بالجواز فنحن نتكلم عن المباح، لا نتكلم عن الواجب، ولا يعني ليس على كل من وجد شركة نظامها التقسيط أن يفعل هذا، بل هو مباح له أن يفعل هذا، وليس حراما بالمطلق، وليس حراما وليس واجبا، صحيح، وإنما هو مباح. فكل واحد على ظرف نفسه وعلى قدرته وعلى حاله، إذن ما فيش هناك فتوى اسطمبة تتطبق على كل الناس، لكن احنا بنقول ده مباح. طيب الأكل، الأكل مباح، الملوخية مباح، طب ما بيحبش الملوخية ما يجراش حاجة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاف بعض الأشياء، عاف الضب وكان يعاف الأرنب، ولذلك تلاقي الأرنب في كثير من البلاد الإسلامية لا يؤكل، ويتعجب الناس من المصريين أنهم يأكلونه مثلا. يعني طب هو الأرنب حرام؟ لا طبعا، أنت واخد بالك باتفاق، لكن هي تذهب إليه الحمام يعني. تلاقي في ناس ما تأكلوش أبدا برا، بس مش عندنا، ويتعجبون أنتوا بتأكلوا الحمام إزاي؟ هو الحمام ده بيتاكل؟ طيب يبقى لكن أكل الحمام مباح، والتقسيط في الحج مباح، وما ولبس مش عارف البدلة ولا الكرافطة مباح. طب أنا مش هلبس بدلة ولا كرافطة، أنا حر. ففي مساحة في الشريعة اسمها مباح، وعلى فكرة هي الأغلب من الفقه الإسلامي انه الاصل في الاشياء الاباحه. نعم. طيب اتفضل معنا. اتفضل. ايضا في هذه الجزئيه يعني كان في سؤال رقم اخره 93 بيسال فضلتك ومش كاتب اسمه الحقيقه، بيقول طب انا لو تركت الحج عن طريق التقسيط واعتمدت على مبدا الادخار وطلب العمر وجاء الاجل دون ان احج، فهل هنا انا وقعت في خطا؟ لا، وليس شيء هناك عليه، هو مشي بيحوش. الادخار نفسه من أجل الحج ليس واجبا. الادخار من أجل الحج ليس واجبا. ليس واجبا. نعم نعم. خلاص؟ نعم. قال ومقدمة الواجب واجبة ومقدمة الوجوب ليست بواجبة. إنجليزي ها؟ مش فاهم. نفسر نتكلم بالعربي. نعم.
شوفوا وصلنا لغاية فين؟ لغاية ان القواعد الاساسية الاولانية ما بقتش مفهومة. ايه مقدمة الواجب؟ واجبة. ايه مقدمة الواجب دي؟ ما لا يتم الشيء الا به. زي ايه يعني؟ زي الوضوء بالنسبة للصلاة. ينفع اروح اصلي من غير وضوء؟ قطعا لا. قطعا لا. يبقى لازم المقدمة بتاعت الصلاة اللي هي الوضوء. الوضوء لازم اعملها علشان اصلي. صحيح. سهلة دي بقى. خلاص. طب مقدمة الوجوب، الوجوب اللي هو زي ايه؟ زي الزكاة. يعني ايه؟ يعني هل يجب علي ان ادخر حتى اصل الى النصاب؟ نعم. ثم يجب علي اني اقعد النصاب ده عندي في ملكي سنة علشان يتفرض علي الزكاة؟ اكيد لا، مش هو ده المقصد. لا يمكن. مقدمة الوجوب ليست بواجبة. نعم. انما مقدمة الواجب هي اللي واجبة. نعم. شوف الفرق ما بين العلاقة حضرت. بين الوضوء والصلاة. أيوة. وبين اني ادخر علشان ادخل في شريحة الزكاة المزكين. نعم. ما ينفعش. طب عملت كده، قلت انا هدخر نصابا وهخليه عندي سنة عشان افيد الفقر، ماشي، ما يجراش حاجة. انا هعمل دفتر توفير واحط فيه كل سنة كذا علشان احج، مفيش مانع. انا عايزين نعمل مشروع قومي في مصر، تأمين وثيقة الحج، وثيقة تأمين الحج. نعم. واول ما يجيلي ولد ولا بنت اروح اعمل وثيقة في مؤسسة الحج لما تنشأ ان شاء الله، ولا في التأمين التكافلي اللي احنا متفقين انه حلال، ولا في كذا وكذا، علشان ابني وبنتي لما يبقى عنده 36 سنة يروح يحج. جائز. يبقى اذا ده انا هنا هعمل ايه كمان؟ ده انا هستثمر الفلوس، مش هتدخرها بس. نعم. يعني هحوش واستثمر. جائز. هل ده واجب؟ لا لا مش واجب. الإجابة انه نعم. مش واجب. يبقى بيقول لي اروح التقسيط احسن. شو بقى سؤال مولد من هذا. اروح التقسيط احسن ولا ادخر احسن؟ اللي انت عايزه اعمله. لا انا عايز رأيك انت. رأي انا يبقى هيتعلق بحالتي انا، بحالة علي. نعم. مش بحالة حسن وحسين وحسن. خاصة مولانا ان الادخار للحج ليس واجب. ليس واجب. قد يكون في حال هو مباح. مباح. نعم. بس ليس نعم. واجب. ليس الواجب بمعنى ان ممكن شخص مولانا يقول لحضرتك ايه، انا عمري كده ما حج ليه؟ يقول لك انا دخلي مثلا بس 2000 جنيه في الشهر. معظم الناس طبعا 2000 جنيه. طب هحوش منهم ايه؟ انا عشان احوش 50000 جنيه يعني قدامي الحج قدامي مش فرض عليه. يعني الحج مش فرض عليه. وقبل كده قلنا الشيخ الكوسري ما حجش، وابن حزم ما حجش، وهكذا. الحج مش فرض عليه. مش لاقي ياكل او مش لاقي حج. نعم. الامام محمد عبده ما حجش على فكرة لعدم استطاعته في هذا الوقت. حضرتك قلت العلماء لم يكن لديهم في هذا الوقت. شوف الامام محمد عبده ضاقت عليه الامور وكل حاجة وبتاع. نعم. يعني على باب الله. نعم. وبعدين جه في اخر حياته بقى مفتي. المفتي كان يديله كام؟ 80 جنيه في الشهر. 80 جنيه دهب، خلي بالك. 80 جنيه دهب. فلما خد 80 جنيه في الشهر اصبح يعني غنيا جدا. قاضي الدولة يعني. ها؟ قاضي الدولة. مفتي الديار. نعم صحيح. وكذا الى اخره، بقى غني. نعم. وكان ما يباتش في الشهر الا وهو منفقه. فما معهوش يحج. شوف الى اي درجة. فلم تجب عليه الزكاة. فلم تجب عليه الزكاة. ليه؟ صحيح. التمانين جايين هنا. نعم. والضرعين هنا. ما فيش اي مبلغ فائض حال على الحول ولا بلغ حتى نصاب اطلاق. نعم. فاهو واحد كان فقير. نعم. وبعدين اغتنى، وبعدين بعد ما اغتنى ما بقاش غني. بعد ما اغتنى في الايراد يعني. نعم. ما بقاش غني. ليه؟ لانه يجيله الحول يعني ما فيش فيه ولا كذا. مظبوط. ليه الناس دي لما اعطت الشيخ ابن باز الله يرحمه في السعودية، مرة الملك جه وجد عليه 80000 ريال زمان من 40 سنة. 80000 ريال ده حاجة مهولة يعني. تعمل ايه؟ قال ده عايز دين يديره، ده عايز دين يستلف ويديه وكده، لغاية ما تراكمت عليه 80000 ريال. دفعهم له الملك. نعم. خد 80000 ريال اهي. نعم.
شويتين الدائم بتمانين تاني ما فيش فايدة. نعم. انت واخد بالك؟ نعم. الناس اللي زي دي اللي هي متصدرة واللي هي كذا إلى آخره الله أعلم بيهم. ده ممكن لا تفرض عليهم الزكاة أصلا. نعم. فيبقى إذن نعم. الحج مرتبط بالإمكان المالي وقد يكون ظاهري من الخارج كده إن أنا متمكن. نعم. ابن حزم انت عارف ده ابن وزير ولذلك هو بيناقش الباجي، باجي كان مالكي، قال له تركت الدنيا لأجل العلم وأنت فعلت العلم لأجل الدنيا. طبعا احنا مش موافقين ابن حزم على هذا، لكن الجدال بتاعهم كان شكله كده، ان انا تركت الدنيا اللي هي بقى أبهة الوزارة كذا إلى آخره لأجل العلم، صرف كل أمواله في الكتب وفي كذا إلى آخره فأصبح فقيرا فما حجش. فإذن احنا عندنا أمثلة كثيرة من هذا النوع، الحج على القادر في بدنه وفي ماله. طب افرض ان انا دخلي كبير اهو 80، تعرف 80 دي يعني في الشهر كان بياخد كام ما شاء الله، وما فيش حسد هنا بقى، الشيخ محمد انتقل 1905 80 في 2000 160 الف جنيه بمعدل النهارده دخل 160 الف جنيه. اجر شهري 160 الف جنيه، لكنه كان جوادا كالريح المرسله اللي هو الشيخ محمد عبده. ده ممكن وانا حد يسمعني يقول ايه، طب والله انا لو دخلي كده وما رحتش حجيت والله ده انا حرام عليا، كان المفروض ان اقتطع جزء أيوة. شهري. انت عارف حاجة. حرام هنا مش حرام شرعا، حرام هنا اتحرمت من, إيه؟ من 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 الشيء ده. يعني لما واحد يلومك اجتماعيا يلومك نفسيا يقول يا اخ حرام عليك اللي بتعمله ده. بتعمل ايه؟ بتجتهد، بتسهر الليالي، بتبذل مجهود اكتر في الشغل او في اعداد البرامج بتاعتك او كذا الى اخره، فبيقول لك ارحم نفسك يا اخي. ده حرام عليك. حرام شرعا يعني ان انا اتقن العمل، حرام شرعا يعني ان انا اؤدي ما عليا. الحقيقه لا. انما حرام دي مجاز، لكن مش حرام شرعا اللي هو هيعاقب تاركه. لا. فهو الناس دي ممكن واحد يقول كده، يقول لي يا اخي والله حرام عليا ان انا اعمل كده 160 الف جنيه، طب ما انا اخصم شهر ربع شهر واروح احج. ماشي، انت حلو انت جميل كده وكويس وعندك القدره، لكن جه وقت الحج وما معكش يبقى مش لازم عليك، معاك يبقى لازم تروح تحج. صحيح صحيح، بارك الله فيكم مولانا، بارك الله فيكم. ان شاء الله مشاهدينا اللي بعتوا اسئلتهم بهذا الشان ان شاء الله يكونوا وجدوا المفيد في اجابه فضيله الامام. نعود مره اخرى فضلتك الى الاحرام. بالامس حضرتك ذكرت اشياء مهمه جدا باننا من الافضل بعد ان نغتسل ونلبس ملابس، نتطيب ونلبس ملابس الاحرام ونصلي ركعتين، الا نلبي بالعمره او العمره متمتع الى الحج الا عند الميقات في الطائره او في الباخره حتى لا نحبس بملابس الاحرام. نعم، حتى لو حصل اي حادث اي عارض. صحيح. يقول لك ربنا يمنع الموانع. نعم. يمنع الموانع ده يعني وانا ماشي العربيه عملت حادث او العربيه ما وصلتش. نعم. او جينا فربنا. نعم. يمنع الموانع. نعم. علشان بس ايه نكمل. نعم. فاذا لو انه احرم في البيت هيبقى دخل في الاحرام. بالظبط. اذا لم لكن لو ما حرمش في البيت وركب العربيه وراح المطار وركب الطيارة. نعم. أحسن الطيارة برضو أصل عطل فني. تمام. ماشي يا عم. أنا موجود، أنا برا الإحرام أهو. دخل في الإحرام في الطيارة يبقى خلاص تقيد. ولذلك قلنا إنه هيقول لبيك اللهم بكذا اللي هو رايحها عمرة متمتعا بها إلى الحج. ده معظم المصريين بما أنهم بيدفعوا هدي. لا، ما هم مش بيدفعوا هدي كده، هم بيدفعوا هدي لانهم تمتعوا. نعم، مظبوط. اما لو راحوا حج مفرد. نعم. يبقى ما فيش هدي. صحيح، لانهم متمتع. حج قارن او متمتع. نعم. هيدفع الهدي. نعم نعم. واجعل محلي حيث حبستني. نعم. نكتب الكلام ده، المشاهدين يجيبوا ورقه كده او نكتبها حتى على الشاشه. نكتبها على الشاشه. نكتبها على الشاشه. نعم. واجعل، ادي كلمه، محلي كلمه اهي، حيث ثلاث حبستني. ده عقد بيني وبين ربنا انه لو حصلت اي موانع انا هخلع الاحرام. نعم نعم. واجعل محلي حيث حبستني، هو يبقى في ذمتي هدي بالغا مكه. نعم. بمعنى ايه يا مولانا؟ لازم اذبح. لازم لو انا قلعت وكل حاجه. تمام. ولازم اذبح. انا ركبت لا قدر الله الطياره خطفوها الى لندن.
نزلنا لندن الناس قاعدة تتفرج ايه دول الناس اللي عاملين زي غاندي دول ولا لابسين ليه كده ولا ايه الحكاية يقال. فأنا خلعت ولبست الثياب بتاعتي واتصلت بصديقي في مكة اتباح لي او بابن عمي اللي سافر قبلي او بقريب او كذا الى نعم. اخري او نعم. بالفوق بتاعي او الشركه بتاعتي اقول له ادفع لي عشان اذبح لي لان انا فكيت الاحرام. لو ما حصلش ده ابقى محرم ما زلت محرم لانه ربنا بيقول فما استيسر من الهدي. نعم. نعم. فاذا اذا احصرت انا كده يبقى لازم اعمل هدي. نعم. أستاذ فضلتك هنخرج إلى فاصل وبعد الفاصل إن شاء الله هنتحدث على ما يباح لي وما لا يجوز لي أن أفعله وأنا محرم بعد الفاصل إن شاء الله يبقى. أساسا قومية تأثير الحج والعمرة هي المسؤولة عن حج الجمعيات الأهلية. احنا مخصص لنا هذا العام 10,000 تأشيرة تم الانتهاء من كافة إجراءاتها. ترتيباتنا لموسم الحج احنا بدأنا ترتيبات لموسم الحج مع بداية العام تم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة باختيار الحجاج، حجز الأماكن في الأراضي السعودية، توفير كافة الخدمات للحجاج، الانتهاء من إصدار التأشيرات للحجاج. بالنسبة لبرامج التوعية بدأت باعتبارا من شهر رمضان الماضي، شرحنا للحج المواقف اللي بتعرض ليها، البعد بقدر الإمكان عن الأوضاع الزحام تجنبا لانتشار الأمراض بقدر الإمكان يبعد عن أماكن الزحام، الالتزام بالتوعية الصحية، وفي نشرة صحية أصدرتها وزارة الصحة المصرية فيها التعليمات والإرشادات لكل حج. احنا وصلنا الحجاج بالالتزام بيها بخلاف توفير الرعايه الصحيه خلال اماكن تواجدهم بالارض السعوديه. تم التنسيق مع وزاره الصحه السعوديه لانشاء عيادات لخدمه الحجاج المصريين والتوعيه الصحيه للحجاج، وفي ماسكات بتوزع على كافه الحجاج تجنبا لانتشار الامراض. كوزاره التضامن الاجتماعي الصعوبات اللي واجهتنا كثره عدد الحجاج الراغبين في اداء فريضه الحج تغلبنا عليها من خلال تسجيل كافة بيانات الحجاج على برنامج القرعة الإلكتروني وإجراء قرعة إلكترونية لاختيار الحجاج، كذلك تدريب واختيار مشرفين لمرافقة الحجاج بواقع مشرف لكل 47 حج. المشرف ده بيبقى مسؤول عن الحجاج من الناحية الإدارية، مسؤول عن تسكينه، مسؤول عن التحرك معهم في كافة الخطوات وكافة الإجراءات في الأراضي السعودية. فيما يتعلق بالبعثات احنا اوفدنا بعثه لرعايه الحجاج في الاراضي السعوديه، البعثه دي معنيه بالتاكد من الالتزام بالشروط فيما يتعلق بالسكن والخدمات المقدمه للحجاج، مراجعه الحاله اليوميه لكافه الحجاج، الاطمئنان على الحجاج اللي بيدخلوا المستشفيات لاسباب بسبب المرض، لا قدر الله حالات الوفاه انهاء اجراءات الوفيات بالتنسيق مع بعثه وزاره الداخليه المصريه في الاراضي السعوديه. كل دي امور يعني بنحرص عليها ان احنا نقدمها للحجاج سنويا في الاراضي السعوديه ان شاء الله. لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك. الحمد لله الحج اصبح ميسر بفضل الله يعني فضلت الإمام، وأصبح أنه هناك جهات كثيرة ربما تسهل من مهمة الحاج في كل هذا حج علينا وليس لنا يعني فضل زيادة من الله سبحانه وتعالى يستوجب منا الشكر ويستوجب منا أيضا مزيد من التعلق به سبحانه، شاكرين مقدرين يعني ممتنين له سبحانه بهذه النعم. وأنا قلت يمكن في الحلقة السابقة أنه قالوا أنه إذا يعني تقارب الزمان فإنه ييسر الحج والعلم والولاية، ولكن أين القبول؟ أين التحصيل؟ أين الوصول؟
يبقى ده حج علينا، ده زيادة مسؤولية علينا. نعم. نتحول إلى جزئية الإحرام، ماذا يباح لي وأنا محرم وماذا لا يباح، أو ما المنهي عنه في بعد الإحرام؟ هو المنهي محصور، نعم، والمباح بقية الحياة. فنبدأ بالمنهي. منهي إن أنا وأنا محرم أحط حاجة على رأسي ولا أغطي راسي بالبطانية وأنا نايم، لازم راسي تبقى منكشفة، والست لازم وجهها يبقى منكشف حتى لو كانت قد تعودت على لبس النقاب في بلدها. ممكن أسأل ليه يعني؟ ولا ده يعني ده أمر إلهي أو نسق لازم أن نتبع دون سؤال؟ يعني صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، يعني عبادة محض. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. العلل مش موجودة، تعبد. لكن ممكن يكون لها حكمة. حكمة كشف الوجه إنه مش عور، ما هو لو كان عورة ما كانش كشف وقابل. حكمة مثلا كشف الرأس هو التشبه بيوم القيامة، أو عدم التمييز بين البشر. واخد بالك في الدنيا عدم التمييز بين البشر. يعني مرة العز بن عبد السلام سلطان العلماء كان لابس الإحرام بتاعه مش معروف مين ده، فلقى راجل بيعمل نسك غلط، فقال له يا أخي هذا خطأ اعمل كذا. قال له يا أخي ده أنت عجيب الشكل، أنت مين؟ أعمل ولا ما أعملش؟ فخلص العمرة بتاعته وكذا إلى آخره ولبس زي العلماء، وقابل الراجل قال له على فكرة انت عملت نسك غلط. ما عرفوش لان دي كانت واحد مظبوط ما تعرفش. نعم. قال له حاضر يا سيدي. ما هو العالم بقى أدام عالم يبقى هو صحيح. بيقول إن واحد زيه يعني ما تسكت يا أخي. فإذا شوف خلى العالم زي الأمي زي الغني زي الفقير زي الملك زي المملوك زي الصعلوك زي كله. يبقى إذن في هنا إشارة إلى الإنسانية، وقول بقى قول كلام كتير بس دي كلها حكم. لكن الأصل في المسألة أن الله أراد هذا فنفعله. وبعدين ساعات الواحد يحصل له حالة مع الله سبحانه وتعالى ويفهم حاجة عمره ما فهمها ولا أراها ولا كذا من اللي هو ده فضل الله. فإحنا من بركة الطاعة التجليات دي اللي تحصل للإنسان. والتجليات دي كتب بعض الناس عليها في رحلات الحج، يقول لك في ناس كتبت رحلة الحج كتير قوي، عشرات الكتب إن لم يكن مئات وآلاف، فبيذكروا حاجة زي كده انه احنا شعرنا بايه لما شفنا الزحمه، عملنا ايه لما شفنا اللبس ده، حصل ايه الى اخره. يبقى اذا عدم غطاء الراس او الوجه بالنسبه للمراه، ما نلبس حاجه مخيطه ولا محيطه، ولا نلبس في رجلينا ما تاخذنيش الجزمه، لكن نلبس شبشب ملوش كعب، ما فيش حاجه تداري الكعب بتاعه. الكعب بتاعه ده. طيب عفوا المولانا، بالنسبه للمخيط يعني هل ممكن الناس بتلبس حوالين الوسط في شنطه يحط فيها الباسبور بيحط فيها فلوس؟ ده مش مخيط. ده بالكباسين. لا، في حاجات طالعه جديده شويه يعني رياضيه شويه، يعني بتبقى باستك مثلا كده، وفي ما تبقاش مخيط برضو. ده هيبقى نسيج. ده نسيج ملوش دعوه بالخياط. الا اذا كان في خياطه يبقى حرام. ما هو اكيد حروفه متخيطه، الفريم بتاعه متخيط، بس مش سبب اتصاله. الخياطه مش سبب اتصاله. هنا في خياطه اهي. هي سبب اتصال ده، هي سبب الاحاطه. هي الخياطة. سبب الإحاطة. الخياطة. ولذلك قالوا كل مخيط محيط. لكن لو كان ما فيش خياطة زي الإزار، طب ما هو من نسيج صحيح. لكنه ما فيش خياطة مسكاه، هي يعني ما فيش خياطة عاملة له شكله. عاملة له شكله تمام، واخد بالك. ولذلك افرض انه محيط لكن مش مخيط. الخاتم محيط مش مخيط. النظارة محيط مش محيط. الساعة كله ده جائز. أنا عايز المحيط
المخيط مش المحيط والمخيط. طيب يعني ملابس الإحرام اللي تحت بتبقى متنية ومتخيطة دي برضه، هل الإحاطة سبب الخياطة؟ لا، ده اللي هو متخيطة دي علشان يحطوا فيها كمر، علشان يحطوا فيها أستك. مظبوط. لكن هو نفسه لو ما تعملش ده مش هيأثر عليه، يعني مش هيأثر، مش هيحيطه، مش هيحيطه، مش هيمنع. طب وانا اعرف افك ده دلوقتي اللي قطعته؟ انا ما اعرفش افكه ليه، لان الخياطه سبب الاحاطه، ادي المخيط المحيط. نعم. لكن غير كده زي الازار، زي التانية اللي في الازار. أيوة. زي الحزام الكباسين. أيوة. زي الحاجات دي كلها ما هيش مخيط محيط. مش انا عايز مخيط. نعم. ومحيط. نعم. في نفس الوقت. نعم. ولذلك الحاجات دي والساعه والخاتم والنضاره كله ده يجوز. نعم. لبسه. نعم. الست بقى بتلبس زي ما هي عايزه، لكن الراجل هو اللي كده. نعم. ما يحطش عطر ولا يستعمل حاجه فيها عطر، لا معجون اسنان ولا مضمضه يخلي بقه زي التفاح، ولا مش ولا اي حاجه فيها عطر. الصابون اللي بيغسل وشه بيه هو كذلك. نعم. مفيش عطر اطلاقا، حتى الصابون يا مولانا، حتى الصابون وحتى المعجون الاسنان وحتى المضمضه وحتى عطر. لا. ده. عطر صناعي. نعم. لا يعني ده من يوم المناديل المبلله. نعم. كان ليها المناديل ريحة. المبللة حتى لو لها كان ليها ريحة. في. نعم. مناديل مبللة طبية يتودي الجراثيم ومش عارف ايه، قاضي معلش لان ملهاش ريحة خالص. نعم. نهائي. نعم. ده عبارة عن شوية. لكن في مناديل، اغلب المناديل فيها ريحة. يبقى. نعم. نستنى لغاية ما نخلص احرام وبعدين نستعمل، يعني من اول ما هنحرم بالحج من واحنا في مكة. لبيك اللهم بعمرة. نعم. متمتع بيها للحج. تمام. خلاص بطلنا. قص الضوافر وقص الشعر او حلقه ولا ندفه ولا يعني التعامل مع الشعر. واللبس زي ما قلنا والعطر، وان العلاقة بين الراجل وزوجته ممنوعة. نعم. نعم. لغاية التحلل الاكبر بقى. نعم. ادي الحاجات اللي ممنوعة، يضاف اليها حاجة الناس ما بتعملهاش اللي هو الصيد. اللي هو الصيد، ما فيش لحد بيطلع يصيد غزالة ولا يطلع يصيد أسد. ما فيش دلوقتي الإمكانية دي إلا للرحلات بقى، ده حاجة تانية. واحد راح يعمل سفاري. ده حاجة تانية. وده مش موجود عند الحاج. لكن المهم إنه ما يروحش يصيد أرنب. لكن وهم ماشيين في الصحراء ومعهم الإبل ومعهم الرحلة ومتصلين بالطبيعة وخلق الله وكون الله، كانوا يعملوا كده. طب انا عايز اكل دلوقتي، اعمل ايه؟ صيد الارنب ده. فقال له لا، ما تصيدش وانت محرم. فاذا ادي الحاجات اللي ممنوعه على المحرم. بقيه الحاجات ايه هي بقى؟ بقيه الحاجات الاكل والشرب والوضوء والاغتسال والتبرد، الدنيا حر وكل تراب، عايز اخد حمام قوم خد حمام، ما يجراش حاجه. نعم. وتبديل الاحرام وغسله، يعني يبقى معاه احرامين. ما هو الغسل يا مولانا برضو، ما هو مسحوق الغسيل برضو في عطر. لا، الغسل معناه سيلان الماء على الموضع، مش معناه صابون. مين اللي قالك تقول تحطش الصابون؟ ما يحطش الصابون. لا، ما يحطش الصابون. ما هو ينضف ويبقى ريحته حلوة، ده كلام مدني. أيوة. مش كلام الإحرام. نعم. احنا في الإحرام حاجة شبيهة بالجهاد بالعسكرية. فما احنا خلاص خرجنا وبعدين ده ايه، ايام بسيطة. او يعني يستخدم معدود. صابون بدون ريحة، يعني في انواع صابون معينة لا بأس. لا بأس. بدون ريحة لا بأس، زي الصابون المصنوع من زيت الزيتون مثلا. لا لا بأس. ده ما فيهوش مشكلة. طب احنا دلوقتي واحنا في البيت خدنا اغتسلنا وحطينا تطيبنا بالطيب سنة. بالطيب، والطيب في البدن. لا في البدن. يعني في البدن. مزبوط. حتى غرقان البدن منه. بقى لما بلبس بقى الإزار والرداء يا مولانا هيلقط. ما يجراش حاجة. ما يجراش حاجة. أبدا. وإني لأرى الخلوقة على جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يلبسه هيلقط منه. ولذلك هنا بقى بعضهم فكر، خاصة العلماء المتأخرين، يقول لك الله، طب هو لقط. قلت له قال لي طب خلعه وراح لبسه تاني.
فيبقى. قلت له لا يبقى ولا ما يبقاش. رسول الله عمل كده. المهم ما تضيفش. شوف 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 الفرق. طب ايه الفرق؟ ده فيش فرق. ما هو بالظبط. ما هو الطيب في الملابس قبل زي الطيب في الملابس بعد. هو كده كده في الملابس يعني. لكن ده جه من جراء الطيب الموضوع قبل الإحرام على البدن. نعم. وده جه من جراء وضعي عليه بعد الإحرام. بعد الإحرام. قال ده حرام وده سبحان الله طاعة. كلمة واحدة بس. قالت له زوجتك نفسي. سبحان الله. قال قبلت. قال يبقى حلال العلاقة بينهم وقبلها تبقى حرام. بالكلمة. كلمة. الفرق بين الحلال والحرام إعلان الربوبية لله سبحان الله. لأنه ده على سنة الله ورسوله. يعني إحنا مش بنعمل وإحنا بنيجي نذبح إحنا مش بنذبح فساد ولا انتقام من الحيوان. نقول بسم الله الله أكبر على الحيوان ونريحه ونعمله وكذا إلى آخره. يعني أنا لا أريد فسادا في الأرض. معنى البسملة هنا كده. طيب بعد الفصل ان شاء الله فضلتك انا هتحدث وحضرت المشاهدين هيكونوا معانا في الجزئية دي خاصة المشاهدات حج المرأة واحكام المرأة في الحج ان شاء الله بعد الفصل. ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم مرة أخرى ونتحدث الآن عن فقه الحج بالنسبة للمرأة. ماذا لو فوجئت المرأة بالحيض؟ ماذا عليها أن تفعل؟ هتعمل كل الخطة اللي احنا ماشيين عليها ملهاش دعوة بالحيض. الحيض ده بيمنعها من حاجة واحدة بس وهو الطواف بالبيت. بمعنى هي حائض دلوقتي هتروح تلبس وتحرم ولبيك وكل حاجة. جالها الحيض قبل ما تقول لبيك بعد ما قالت لبيك ما يجراش حاجة ملهاش دعوة. هي حائض دلوقتي في البيت قم تغتسل ما تصليش بقى وتلبس هدومها وكل حاجة وتنزل وتروح المطار وتلبي لبيك اللهم لبيك وتركب الطيارة وتقول لبيك اللهم بعمرة متمتعة بها إلى الحج وتنزل في مكة وما تطوفش ما تدخلش الحرم ما تطوفش وتسبح وتذكر الله وتدعو وتعمل كل حاجة اللي هي عايزها. وبعدين جه برضو لسه حائض فجه يوم 9 واحنا طالعين على عرفة تطلع وتوقف عرفة وتقعد تدعي بس في الصلاة لأن الصلاة هي ممنوعة هي سقطة من عليه ربنا خفف عليها. خلص تركب لمزدلفة وتبات في مزدلفة. ما بيت في مزدلفة معناها المرور بها عند الأئمة كده. الناس هتصلي المغرب والعشاء وهي نزلوا المنى ترمي معاه تدعي معاه نزلوا مكة هيطوفوا طواف الإفاضة تأجل هي بقى الإفاضة واخد بالك إزاي قمت أجل ادي الحكايه. يعني هي هتعمل كل حاجه الا الطواف بالبيت الا الطواف ومحسوب لها الحج وكل حاجه في امانة الله. طيب هي ما جالهاش الحيض هنا وكذا لا ده جالها الحيض لما وصلت وطافت خلص الطواف من هنا نزل الحيض من هنا 9 بين الصفا والمروه لان السعي بين الصفا والمروه لا يحتاج الى طهاره. طب لما جه دهمها الحيض فوجئت بيه ممكن خاصة البنات الصغيرين يفاجئوا ساعات كده أو جه بدري شوية أو جه كده يعني حاجة زي كده وعايزة تروح الفندق عشان تحفظ نفسها وترجع مفيش مانع. يعني مش لازم السعي يبقى ورا مباشرة الطواف لا فراحت الفندق فلقت الغدا منصوب كالت الغدا ودخلت خدت دش وعملت ولبست وكل حاجة وظبطت نفسها ونزلت 9 ما بين الصفا والمروة وعمرتها تامة
بعد كده ترطوفة من شعرها تقصهم بالمقص. ولذلك بننصح الستات، لأن الستات يحرم عليهم حلق رأسهم، لكن ممكن ياخدوا حاجة كده من انها تشيل مقص من بتاع الأدوات المكتبية ده معاه عشان حاجة بسيطة كده. طيب مولانا، في جزئية مثلا لو ان خلاص على وشك انها تخلص المناسك كلها، ولكن جت قبل طواف الإفاضة وكانت مأجلة طواف الإفاضة، عملت وحصل ده عملت كل وقت. اللي احنا ومفيش وقت حتى تطهر، تعمل ايه؟ عملت كل اللي هي عملته ده ولسه الحيض عليها وقدامها يومين ثلاثة والناس هتمشي. مظبوط. ده مضطرة بقى، ده كده اتخنقنا خلاص، جينا زي ما بيقولوا في الترتيبات بيقول لك ظهري بقى في الحيطة. صحيح. يعني خلاص قفلت. تروح تحفظ نفسها وتطوف بالبيت. نعم. وهي حائط في الحالة دي، ان تطوف وهي حائط خلاص، ان هي هتسافر خلاص، الرفقة هتروح، ده يا روح ما بعدك روح. تمام. لانها لا على فكرة لو سابتهم مش حكاية فلوس ولا حكاية اي حاجة، دي حكاية الضياع، دي هتضيع، ده المكان بتاعها في الطيران مش موجود، كل حاجة ولا مكان في الفندق ولا حاجة، يعني ده ضياع تام. ولذلك ده حياة، ولذلك احنا بنقول ظهرنا بقى في الحيط. طب عليها دم في هذه الحالة؟ تطوف عليها دم بقى. ابو حنيفة البدنة، بدنة يعني جمل. لما تروح تسأل عن الجمل يقولك 6-7 آلاف ريال على كتير، يعني حوالي 15,000 جنيه مصري مثلا. احمد بن حنبل شاه، فيبقى هي مسطورة الحال كده وكويس في امانة الله، تقلد احمد بن حنبل وتذبح شاه، تدفع صك شاه. صك شاه في المملكة ولا لما تيجي؟ في المملكة في مكة، في السكوك دي اللي بيشتروها. تبقى هي عاملة والله ده حيضي هيتأخر او كذا، يبقى هنطوف، لازم نطوف وهنطوف على غير طهارة، وفي مقابل ذلك هيبقى فيه هدي. لو كانت غنية ومرتاحة ومعها فلوس والحمد لله تجيب البدن، مش هيحصل حاجة، احمد ابن حنبل مش هيزعل. تجيب البدن على رأي سيدنا ابو حنيفة وسيدنا احمد مش هيزعل. اهو كله خير. ولو خدت برأي سيدنا احمد بن حنبل ما فيش حاجة حصلت. نعم. حلو قوي. نعم. لانه امام مجتهد وكل حاجة. نعم. ومعاه مدرسة كبيرة. نعم. يبقى اذا المرأة الحائط اذا فاتها طواف الافاضة بس، لكن ما ينفعش الكلام ده في طواف القدوم ولا في طواف العمرة ولا في طواف اللي مش عارف ايه. ما فيش. لكن لو اضطرت تدخل المسجد في طواف الافاضة. لو اضطرت والوقت خلاص بعد ما تحفظ نفسها. والستات عارفين يحفظوا نفسهم ازاي. تطوف وتسعى وتروح. لكن غير كده ممنوع تدخل المسجد طالما لسه قدامها وقت على طواف الافاضة، ممكن تقعد تنتظر بقى في الفندق. طيب سؤال اخير مولانا، عذرا، يعني القدرة المالية للمرأة هل تحسب بقدرتها هي من حر مالها ولا قدرة زوجها؟ تسأل على ايهما؟ المفروض على قدرتها هي. قدرتها هي. فاذا الزوج تبرع لها بالحج ما ربي لك الحمد. وفاء. حب. ما تبرعش وكان حريص يعني شوية كده، وكتير من الرجالة كده حريص. وهو بخيل الحقيقة، لكن المهم حريص علشان ما نجيبش بتاع. هي ما عليهاش حج، هي ما معهاش. ايوه، لو هي معهاش. هي ما معهاش. طيب لو هي معهاش مش غنية. نعم. وهو بتقول له حججني. ده فضل من عنده. اذا حجج ربي لك الحمد، اذا ما حججش يبقى هي ما عليهاش حج. طيب لو هي عندها القدرة المالية وهو لا عايز يحج ولا عايز يطلع معها تحج، تروح تحج من غير اذنه، تعمل ايه؟ تطلع من غير اذنه. تسيبه بقى يعيش حياته، بس هتصدم بقى ببعض الاجراءات يعني في التأشيرة. مفيش اجراءات، هو في اسنان بس، لكن مفيش اجراءات. تستطيع ان هي تروح تحج بعد سن معين، يقولوا 45، يقولوا كذا، ما طيب مفيش مشكله ساعتها، يعني مسائل اجرائيه بس. نعم. بارك الله فيكم مولانا. نتحول الى اتصالات حضراتكم الهاتفيه. الاستاذه سناء، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحبك يا شيخ بالله والله العظيم. احبك الذي احببتينا فيه. وعندي سؤالين بس. السؤال الأول عن معنى الآية يدين عليهن من جلابيبهن.
حاضر. والسؤال الثاني عن سبب وجود الامراض النفسيه في المجتمع المسلم، مع انه المفروض المسلم يبقى معنوياته عاليه وعنده نفسيه سليمه، لان الايات البشر تؤكد انه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا بذكر الله تطمئن القلوب، وغيرها من الايات دي. حاضر، شكرا استاذه سناء، شكرا لحضرتك. استاذه هناء اتفضلي فن. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخنا، يا شيخنا الجليل، احنا بنحب قوي تفسيراتك لكل حاجه، فمعلش بنتعبك معانا. لا اتفضلي يا فن. اولا لو المراه حجت قبل كده وحصل انها يعني عيد في فتره معينه مثلا، فهي حابه انها تروح مره اخرى، لكن الزوج وعندها القدره الماليه، لكن الزوج ممانع خوفا من تكرار يعني الحاله اللي جات لها قبل كده، هل تقدر تسافر من غير موافقته ولا لا؟ لازم موافقته، لان هي خلاص اسقطت الفريضه. ده اول سؤال. معلش، ثاني سؤال، هو ساعات واحنا بنقرا القران في الورد كده، في بعض حالات الواحد ما بيبقاش فاهم الايه والسوره اجزاء منها، ويبتدي يبص للتفسيرات برضو ما بتبقاش قويه قوي، فهل حرام ان انا اقراه وانا مش فاهمه بعض اجزاء منه؟ حاضر، شكرا، الف شكر. تحت امرك يا فندم. استاذه دعاء اتفضلي فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول لحضرتك ان كنت عايزه اسال عن لو في نص صريح في القران او في السنه يحلل تربيه الكلاب للصيد او للحراسه ويحرمها للزينه او للهوايه، ولو هي حرام علشان بتنجس المكان او عدم دخول الملائكه او فممكن اربيها بره البيت، ولو هي حرام برضه ليه ما ذكرش نص صريح ده اما حرم عليكم كذا وكذا ان الكلاب حرمت؟ وشكرا قوي لحضرتك. تحت امرك يا فندم. استاذه ميسه اتفضلي فندم. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام. سمحت حضرتك تكلم الدكتور علي جمعه؟ اتفضلي فندم. بقول لحضرتك يا دكتور، انا معايا شهاده استثمار، عايزه اعرف اطلع الزكاه على الريع بتاعهم ولا المبلغ كله؟ حاضر يا فندم، تحت امر حضرتك، شكرا جزيلا. مولانا الاستاذه سناء ليها سؤالين. هي بتسال عن قوله تعالى يدنين عليهن من جلابي بهن. نعم. انا نسيت السؤال ايه، يعني بتسال عن كده في ايه؟ لا اعتقد هي كانت بتسال على تفسير هذا يعني الجلابيب، تفسير يعني الايه، يعني ما معنى الجلابيب وكيف يكون نعم يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه ايه من سوره الاحزاب، وهي تفرض الحجاب على المراه، بس انا متذكر ان سناء مش بتسال عن الحجاب، هي بتسال عن حاجه حول هذه الايه انه يدنين عليهن من جلابيبهن. في ايتين في القران للحجاب، والحجاب فرض باتفاق علماء المسلمين مش كاتبين في الصحافه، احنا مالناش دعوه بمسلمين مالهمش مزاج من الحجاب، هم حرين. الحجاب للمرأة المسلمة ومفهوم الستر ده باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين، شيعة وسنة، سلف وخلف، مذاهب وعموم وهكذا، فده باتفاق المسلمين. وما فيش فيها الحمد لله خلاف. وكذلك الآية الأخرى اللي في سورة النور، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، مع آية الأحزاب يدنين عليهن من جلابيبهن. طبعا الدنو كمان الصحابة كانت بتفسروا أكتر من كده، إن هي تجيب الطرحة من ورا وتحطها على رأسها وعلى كده. الأمراض بتقول إن الأمراض النفسية ليه شيعة؟ ده احنا كمجتمع إسلامي كأننا نقرأ سنة رسول الله لمخالفتها مش لاتباعها. قال لنا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وإحنا شوهنا ما شاء الله صورتنا في العالمين، إن إحنا بنذبح الناس وإن إحنا بنخون العهد وإن إحنا الأسرة ما بنطعمهمش بقى. ده كده ده لو ما جاتش الأمراض النفسية يبقى إحنا على صح. لا احنا مش على صح. واحنا بندعو منذ اجل بعيد
أنه يجب على المسلمين أن يدعوا بالإسلام في وسط المسلمين. انتوا رايحين تدعوا في وسط غير المسلمين، مش لما تصلح بيتك من الداخل. احنا مليار ونص، والمليار ونص محتاج إلى 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 تعليم وإلى فهم صحيح للدين، إلى إصلاح من الداخل زي ما فضلتك بتقول. ده احنا عملنا الهرم المقلوب، دقعة شدية. ما هو اتفقوا دلوقتي انهم يسموها دقعش، لانه دولة القاعدة في العراق والشام. دقعش يعني قلبت الهرم، جعلت القتال هو الاساس، بالرغم ان القتال ده حالة بنلجأ اليها لما نتظلم، ولما نطرد من بيوتنا، ولما نكافح في سبيل الله علشان، وهكذا. خلاه هو الاساس، وخلى بقيه الحاجات التانية، انا بصلي قوم يقتلني، يعني خلى الاساس فوق والقمه تحت. القمه دي بسيطه وصغيره، فتخيل هرم مقلوب. الهرم المقلوب يحصل فيه ايه؟ ينهار. صحيح. فهكذا. فازاي الامراض النفسيه ما تجيش في الامه؟ الامه بتخالف نبيها ويشيع هذا ويصدقه بعض الناس. وبعدين نلاقي في داعش دي انجليز وكنديين وكذا. اذن دول اتعلموا غلط. ولذلك احنا يجب علينا ان احنا نعترف بالحقيقة. الاخت هناء بتقول ان جوزها بيمنعها، او زوج بيمنع زوجته من حج النفل خوفا عليها، لانها خايف عليها. حج النفل يمنعها فتمتنع. من حج فرضه لازم أرضى. حفظنا القاعدة. القاعدة دي ما هي في الست اللي حجت قبل كده وجوزها مش عايز يتحج، لكن في حج الفرض لسه قايلين اهو تروح غصب عنه، لان ده حج الفرض. قراءة القرآن مع عدم الفهم، نقرأه بفهم ونقرأه مع عدم فهم، القرآن له جوانب كثيرة. ده بيأثر في النفس، ده النظم بتاعه بيرتب الأفكار، ده المعاني بتاعته بتحيي النفوس. أنا ما جتش المعاني معاي، خلاص أتمتع بنظمه، أتمتع بتلاوته. واخد بالك بحلاوة التواصل حتى مع كتاب مع الحلاوة طبعا. والعبادة طبعا. ولذلك التلاوة دي لها فوائد أخرى غير الفهم. فنقرأه فاهمين أو غير فاهمين، إلى أن يمن الله علينا إلا رجلا أوتي فهما في القرآن. ده فتح ربنا يفتحه علينا. دعاء بتتكلم يعني عندها مشكلة مع الكلاب، وأنا عايز نخصص حلقة لحدوتة الكلاب دي، لأنها راحت مقسماهم كلاب الحراسة وكلاب الزراعة وكلاب الزينة وكلاب الكذا، وإذا كان كذا طب يمنعوا، طب ما أنا ربيها برا ربيها جوة، إلى هذا الكلام. طبعا الخريطة في الفقه إن الشافعي بيقول الكلاب نجسة، لكن مالك بيقول الكلاب طاهرة وله أدلة قوية. فعايزين نفصلها في حلقة ونقول فيها يعني إيه عدم دخول الملائكة، والملائكة ما بتدخلش في إيه، والملائكة دول بركة، وتعلق العيال والشباب بالحدوتة دي تعلق شديد، كما في حاجة أخطر من تعلق شبابنا. المجتمع الغربي الكلاب أصبحت جزء من الحياة. الأعمى على طول مع كلب. صحيح. فطب وبعدين الكلب ده يعمل إيه؟ الكلب أشد الحيوانات التصاقا بصاحبه. يفرح لما يجي، يحضنه، يدافع عنه، يموت. صحيح. إلى درجة صحيح. الموت. صحيح. وهكذا. إذن عايزين نعمل حلقة لهذا الحيوان المسكين اللي يجب علينا ان احنا نفهم موقف، وايه النبي عليه السلام، وفين النصوص. ايوة في القرآن فيه الكلام عن المكلبين، عن كلاب الصيد، لكن في السنة في الله القرآن فيه كلب اهل الكلب اهل الكهف، وثامنهم كلبهم. لكن فيه نعم حضرتك، انا اسف للمقاطعه، حضرتك قلت قبل كده ان ممكن نخصص مكان في البيت الكلب ما يدخلوش، كذلك ده مكان الصلاة. ما عايزين بقى نقول كل الحاجه بتاع ونجيب كلام اهل الكهف دول. اهل الكهف دول كان الكلب نايم معاهم،
فاذا نعم. عايزين نشوف الحكايه دي ان شاء الله. ميسه بنقول لها تطلعي 10% زكاه على ايراد شهادات الاستثمار. نعم. اتفضل. نعم. اخيرا استاذ سناء كانت بتسال برضو للايضاح، هل هنا مقصود يبنينا على جوبهن، على هنا على الاخر الرقبه، ولا اكتر من كده معنى الايه؟ لا، الجيب هو فتحه الصدر بتاعه القميص. صحيح. فيبقى هنا الرقبة وجزء من الصدر. هو ده اللازم، ولكن ما أسفل من ذلك هو يعني زيادة. بمعنى الست تلبس اللي هي عايزة بقى، هي حرة. نعم. احنا 60 مرة قلنا انا مش ترزي. نعم. علشان اقعد اوصف، انا عايز ما لا يكشف ولا يصف ولا يشف. نعم. وكل بنت بقى بيني وبينك عارفة في جواها ايه اللي ممنوع وايه اللي مش. نعم. ممنوع. طبعا. من جواها كده. نعم. فاذا بلاش ايه انه ياخدوا من الشيخ كلمه ويطيروا بيها، لا لا يكشف لا يصف لا يشف، ومعنى ده هو انها تغطي الرقبه. نعم. وده مستوره. نعم. ما فيش حاجه من جسمها بين الا الوجه والكفين. نعم. بارك الله فيكم مولانا. ورد اسئله حضراتكم على سؤالنا على الفيسبوك سريعا كان هل توافق على حج المراه بدون محرم؟ صافي بيقول نعم اوافق، لان المراه تقيد لو لم يجد محرم على انها تسافر للحج او العمره. اسماء بتقول اكيد وياريت يحصل ده، لان في سيدات كتير قادرين او قادرات على العمره والحج وليس لديهم اي شخص محرم او منشغل، محرم او منشغل. اسماء الفي بتقول الحج مشقه، وفي اغلب الظروف معظم اللي بيسافر بيمرض علشان الزحام وسرعه انتقال الامراض. اكيد يعني مش كل اللي بيسافر يحج بيرجع تعبان ولا بيرجع عنده امراض. يا استاذه اسماء ربنا يا رب يكتبها لك ويعملها لك ان شاء الله. مولانا شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك. بارك الله فيكم. الى اللقاء ان شاء الله، نشوفكم بكره باذن الله.